طابت أوقاتكم مشاهدي إنفو لايف تي في، معكم فراس حامد من هنا مباشرة من القدس لأهم عناوين الأسبوع. قد ابتدأ هذا الأسبوع باللقاء المهم بين رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في أريحة من أجل وضع الأساسات لبرنامج متقدم وللحل الدائم ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. وكذلك رأينا في الأسبوع أيضا الحديث والمفاوضات السرية ما بين إسرائيل وحماس من أجل تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت. وإليكم أهم عناوين الأسبوع. ابتدأ هذا الأسبوع باللقاء المهم والمرتقب ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، واللقاء قد تم في أريحة. وهذا اللقاء كما يقول الإعلام الإسرائيلي كان لقاء إيجابيا. هذا اللقاء جاء تحت إطار وضع الأساسات من أجل البرنامج وحل النزاع ما بين إسرائيل وفلسطين، وكذلك محاولة إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. على ما يبدو هذه اللقاءات سوف يكون لها استمرارية في المستقبل القريب. رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يحاول تقوية أبو مازن وفتح في الضفة الغربية خلال هذه اللقاءات مقابل حماس المتقوقعة في قطاع غزة. في هذه الأيام يقوم الجيش الإسرائيلي بتوزيع أوسمة بطولة للجنود الإسرائيليين الذين كانوا في الحرب الأخيرة، حرب لبنان الثانية. فعلى ما يبدو الجيش الإسرائيلي سوف يوزع ما يقارب 140 من هذه الأوسمة على الجنود الذين مروا في هذه الحرب وفي الظروف الصعبة. وهناك من نال على هذه الأوسمة مرة ثانية أو ثالثة بعد أن حاز عليها في معارك وفي حروبات سابقة، وهذا يعتبر تشجيع كبير بالنسبة للجنود الإسرائيليين. رأينا أيضا خلال هذا الأسبوع المظاهرات الواسعة والكبيرة التي قام بها الباقين من الكارثة اليهودية في إسرائيل، والذي يعانون من ظروف صعبة ومن الفقر كما قالت الحكومة قبل أشهر قليلة. إنفو لايف تي في التقت ببعض السياسيين في هذه المظاهرة وتحدثت معهم واستطلعت رأيهم بشأن هذه القضية. المتظاهرون يوعدون الحكومة الإسرائيلية بأنهم سوف يبقوا في الشوارع حتى تأتي لهم بالحل. فرئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت قد اقترح لهم مبالغ ضئيلة جدا التي من شأنها أن تكفيهم لأشهر كبيرة، لكن المتظاهرون مصرون بأنهم سوف يستمروا بنضالهم ضد الحكومة الإسرائيلية. بعد غياب طويل لقصة الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت بعد أن تقوقعت حماس في قطاع غزة، عادت هذه الأسبوع مرة أخرى إلى العناوين الرئيسية في الإعلام الإسرائيلي. فكما تقول الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بأن هناك اتصال ما بين حماس وسياسيين من إسرائيل وعوامل إسرائيلية بشأن المفاوضات بشأن تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت. لكن من الطرف الآخر المصادر الفلسطينية بالأخص المصادر التابعة لحماس تقول بأنه لا يوجد مفاوضات مع إسرائيل، وإنما المفاوضات عالقة بعد أن تتعاملت إسرائيل فقط مع فتح في الضفة الغربية وإن عزلت عن حماس التي تقوقعت في قطاع غزة. أما البورصة الإسرائيلية في هذه الأسبوع فكانت في تنرنح مستمر، في يوم ترتفع ويوم تنخفض. هذا سبب القلق بالنسبة للرجال الأعمال الإسرائيليين ومواطني الإسرائيل بشكل عام. فكما يقول الاقتصاديون في إسرائيل بأن البورصة الإسرائيلية أيضا سوف تتنرنح في الأيام والأسابيع المقبلة بشأن الظروف القائمة، لكن لا يوجد قلق وخطر كبير على هذه البورصة. في إسرائيل رأينا في الأيام الأخيرة القلق بشأن البورصة التي مرة ترتفع ومرة تنخفض، ففي الأيام المقبلة متوقع حسب الإسرائيليين بأن البورصة سوف تستمر أيضا بالهبوط. من إنفو لايف تي في مباشرة من القدس كان معكم فراس حامد، إلى اللقاء.